السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الفلسفة. مرحبا بكم يا إخوان في هذا الفيديو. إن شاء الله غادي نحاول نهضر لكم فيه على لائحة العطل المدرسية لهذه السنة هذه ديال 2016-2017، يعني بالنسبة للسلك الابتدائي والإعدادي وكذلك الثانوي. يعني نفس البرنامج اللي كان عليه السنة الماضية، يعني ما تغير والو. يعني بالنسبة للعطل المدرسية، يعني كان قسمه على حساب 3 أقطاب، يعني بالنسبة لجهات المملكة. يعني القطب الأول فيه الجهة التالية، يعني الرباط، سهل، القنيطرة، طنجة، تطوان، الحسيمة والجهة الشرقية. بالنسبة للقطب الثاني يعني فيه المدن التالية، الجهة التالية يعني الدربيضة، سطات، درعا، تافيلال، تفاس، مكناس. بالنسبة للقطب الثالث يعني كيشمل الجهات التالية: مراكش، أسفي، بني ملال، الخنيفرة، سوس، ماسة، قلميم، واد نون، العيون، الساقية الحمراء، الداخلة، والداب. يعني بالنسبة للفرق بين هاد الأقطاب، يعني كيكون في منتصف الأسدس الأول، يعني العطلة ديال منتصف الأسدس الأول، وكذلك عطلة منتصف الأسدس الثاني. بالنسبة للعطلة تكون كالتالي: